محافظ صلاح الدين يفتتح مراكز صحية ضمن استراتيجيته الجديدة لتوسيع دائرة تقديم الخدمات للحد من معاناة المواطنين. محافظ صلاح الدين يطرح في اجتماع مركزي بوزارة التخطيط أولويات تنفيذ المشاريع والموارد المطلوبة لتسريع إنجازها. طي صفحة النزوح في الإسحاق وقلق من انهيار الموسم الشتوي في صلاح الدين، والأسعار تشوش على طقوس استقبال رمضان. الكاظمي متفائل بنتائج الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، والنزاهة تكشف عن 50,000 شركة وهمية في العراق.